السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا فيكم في فيديو جديد من One Hour Networking. طبعا يعني مشكلة يعني برمجة عالم بحد ذاته، يعني بتاخذ وقت طويل، يعني مش شيء بتتعلمه بيوم وليلة ولا بشهر ولا بشهرين. فأنا يعني حاب أدخل هذا المجال، حاب مش أدخله، يعني أنا بعرف شوية بس حاب أتعمق فيه، شوف كيف برامج يعني بتم صناعتها، برامج كبيرة يعني زي مشاريع، مش برنامج بسيط بس مجموعة من الأمور وبس هيك يعني. فأنا راح أخذكم حاليا بجولة بجي ان اس 3، وراح أسجل فيديوهات ثانية إن شاء الله. طبعا أنا كل اللي عملته إني عملت يعني رن لجي ان اس 3، شايفين، بس واجهت مشكلة هون. بالمرة الماضية يعني ما بعرف ايش السبب، لكن يعني ياريت انه في حرية انه انت مثلا تختار انه انا بدي مثلا اشغل الجي ان اس 3 او ما بدي اشغله. يعني لما اشغل الجي ان اس 3 هو لوحده اوتوماتيك بشغل جي ان اس 3 في ام. طبعا جي ان اس 3 في ام تشتغل على جهة ثانية. انا حاليا راح اعمل ديليت لهدول عشان اورجيكم الموضوع من اول شيء. هاي هو جي ان اس 3 في ام هون موجود هياته. طبعا يعني هاي معلومات بسيطة راح يعني نتناقش فيها، لكن جينس 3 حاليا يعني يعتبر برنامج متميز، نظام كامل يعني، هذا شيء ممتاز. صراحة لسه بعد بدي وقت لحتى ما يعني اتقدم مجال يعني البرمجة والكذا، لكن حبيت يعني اعمل فيديو واحمله على قناتي على اليوتيوب وان شاء الله تستفيدوا منه. طبعا اول شيء احنا بالمرة الماضية ورجيتكم كيف ان نعمل يعني ننزل او نثبت جينس 3 على اي نظام ديبيان، اي نظام ديبيان من السورس، الخطوات هي سواء كنت بتشتغل. لكن انا بحكي لك شغلة، اذا كنت انت بتستخدم جينس 3 على هوست 32 بت، فمش راح تحتاج تضيف ريبو، يعني مش راح تضيف باكجات من الـ i386 architecture. فيعني هاي بتوفر عليه خطوة، لكن يعني virtualization 32 بت راح يكون عندك مشاكل كثيرة، يعني راح تتعب جدا جدا جدا. شغلت الـ GNS3، في مشكلة انه GNS3 بيشغل بيعمل لود لـ GNS3 VM مباشرة، وهي كانت تسبب لي مشاكل كثير، يعني مش عارف كيف بدي احلها. لازم يكون في هوم بوت، يعني لازم يكون في بالسيرفرز، لازم يكون عندك اللي هي هاي، يعني هون في عندك مثلا ديسيبل جي ان اس 3 مثلا كنترول اون اون ذا فيرتشوال ماشين مثلا، يعني مثلا هيك. بس يعني هاي شغلة راح تكون رائعة، لانه مش يعني انا بشغل ال VM وير وبعدين بشغل الجينس 3 علشان بتسبب لي هاي مشاكل. ف طبعا في عندك اجراءات علشان عشان تضيف هذولا، مش راح نتطرق لها، او لا راح نتطرق لها. اول اشي بدك تروح على طيب اول شيء بدك تروح على حكينا الريليسز وتنزلهم وكذا. في كمان خطوات انت بتتبعها، يعني اتوقع اني غطيتها كلياتها بالفيديو السابق تبع هاو تو انستول جينس 3 فروم سورس.
ف خلينا نأجلها هسه هاي النقطة. بعد ما تنزل جينس 3 بتقدر تعمل عملية اللي هي تعمل أبلود للـ IOU اللي هي IOS over Unix، وبعدين بدك تيجي هون وبدك تيجي على الـ OU وطبعا تحمل الـ IOU الـ IOURC، وبعدين تضيف الـ شو اسمه السويتشات والراوترات وإلى آخره من الأمور. فبس هي طبعا هنا يعني هذا بعطيني إنه مش شغال، لكن هو شغال. هاي شايفين هاي شايفين هاي شغال، فعشانك حتى لو إنه مبين عليه إنه عملية شت داون أو not operable not in operation، ف يعني ما راح يسبب لنا أي مشاكل. في كمان عندك ضافوا لك طبعا هاي هذول بتعرفهم كلياتهم، بجوز في فيديوهات كثيرة بتحكي عنهم. مثلا شو في أشياء جديدة، tools ما هم نحتاج، طبعا هنا help إذا بدك أي شيء. في كمان أنا بدي أدخل هون preferences، طبعا ورجيتكم المرة الماضية هذول طبعا ديفولت، الديفولت انه موجودات على اللاب على GNS3 يعني على جهازي، projects الايمجز الكذا. هاي بالنسبة لللوكال او الداخلي. بتحب تغير الستايل، في عندك كلاسيك وليجاسي وهذا الستايل الجديد، في عندك كمان هنا اللي هو الكونسول سيتنج، في عندك مجموعة من الكونسولز تقدر تختار اي كونسول انت بتحبه، وبس لازم يكون عندك يعني معمول له انستول على جهازك. مثلا سكيور سي ار تي، في عندك باتي، في عندك ميت تبع اوبنتو اللي هو لينوكس مينت. طبعا بس تختاره بتكبس سيف او ابلاي هو بيشغلهم. في كمان عندك الفي ان سي، يعني هذول اغلبهم اتوقع يعني ادفانسد، لكن مش راحين نطول عليهم. اللوكال سيرفر يعني جهازك نفسه، اللوكال سيرفر اللي هو موجود عليه الداينامبس، فالداينامبس اللي هي الانجن، الداينامبس هي عبارة عن زي الفيرتشوال ماشين او حتى فيرتشوال بوكس بس مخصصة لسيسكو، لراوترات وسويتشات سيسكو، بتعملها فيرتشواليزيشن على جهازك. طبعا علشان تحكي مع الداينامبس فانت بحاجة الى تعمل بايند، يعني تلزق الداينامبس مع واحد من الاي بيز، بتقدر تغيره عادي ما في مشكله، بتقدر تحطه مثلا لوكال اي بي مش الفي ام نت، هذا تبع الفي ام وير، بتقدر تحطه هون بتقدر تحطه، لكن يعني بتعتمد على اشياء ثانيه. هذا اللوكال، هذا هو الجي ان اس 3 هون اللي هو شغال يعني، فعشان هيك مش راح ندخل فيه كثير. ريموت سيرفر، هذول ريموت سيرفر بتعتمد على شيئين، مثلا عندك ريموت سيرفر ممكن يكون انسايد يعني داخل شبكتك، يعني الجهاز اللي بجنبك هاي له ريموت سيرفر، وممكن يكون على الانترنت، ممكن يكون عندك مثلا خلينا نحكي في بي اس، في بي اس سيرفر، او ممكن دروبلت موجود على الانترنت انت بتستخدمها، دروبلت يعني بغض النظر انه موجود لكن مش على شبكتك، فانت بتختار ايش البروتوكول اللي بدك تستخدمه عشان تتخاطب مع هذا الجهاز، وهم بتدخل الاي بي ادرس تبعه، بتدخل البورت، طبعا لازم تكون عامل تأكد انك تكون عامل عملية فوروردينج، لانه فرضا وصل لهناك والفايروول تبعك كان عامل اغلاق ل البورت 8000 فما مش راح يشتغل. كمان بدك تحدد كم ميجا بايت اللي هو الرام ليميت. بالنسبة للرام ليميت لو كان عندك انت يعني خلينا نحكي خلينا نحكي سوري ما بكتبش لكن انا بحكي لك، خليني يجي هون
لو كان عندك تو جيجا بايت رام، فأنت بدك تحط 1800 هيك يعني، مش كل شيء. ليش؟ لأنه السيرفر بحاجة ل بحاجة ل رامات خاصة فيه، يعني مش معقول تحجز كل الرامات علشان تعمل عملية فيرتشواليزيشن للسويتشات والراوترات. وبالنهاية انت جهازك او السيرفر اللي ريموت سيرفر اللي انت قاعد تستخدمه ما بقي عنده رامات يستخدمها إله، فعشان هيك راح يسبب مشاكل كثيرة. لود بالانسينج، هسا لو كان عندك مجموعة من الريموت سيرفر، لوكال سيرفر، لوكال جي ان اس 3 في ام، فالان بالنسبة لعملية اللود بالانسينج يعني كيف اوزع الحمل على مجموعة من الراوترات، ففي عندك مجموعة من الانواع يعني، فمثلا بتقدر تحدد لو كلياتهم نفس البروسيسنج باور، يعني مثلا كلهم كور اي مثلا 3 او 5 او 7 وكلهم نفس الوقت عندهم مثلا 4 جيجا رام و 8 جيجا رام، فانت بتقدر تحدد انه انا بما انهم كلهم نفس البروسيسنج باور فبخليه على الرام. لو كان مثلا بقدر كمان راوند روبن انه مره هون ومره هون، مره هون ومره هون بوزع البروسيسنج. وكمان في هاي ناسي ايش اللي هي رانديز اسمها صعب، بس انه هي عملية هاشينج. في عندك عملية الباكيت كابتشر، وعليكم السلام ورحمة الله. في عملية الباكيت كابتشر بالواير شارك، طبعا الواير شارك لازم يكون شغال عندك. هاي الامر اللي بيعمل عملية كابتشرينج. كمان لا تنسى انه يعني الكابتشر هو لازم يكون له كمان يعني كواير شارك لازم يكون له صلاحيات انه يعمل كابتشرينج على الهاي، لانه راح ينتقل لبروميسكيوس مود. بروميسكيوس مود هو اسم غريب، هو انه معناته المنتهك، يعني منتهك خلينا نحكي حقوقه او كذا. فبروميسكيوس مود بيلتقط كل باكيت بتوصل لعنده سواء كانت متجهة إله أو مش متجهة إله. فهاي بالنسبة لل VBS VBCS اللي هو اللي هو هون اللي هو ال PC الصغير، طبعا كثير باورفول، كثير حلو، خفيف كثير، بعطيك عمليات البينج تريس راوت، كيف تحط IP address، كيف تعمل سبنت، كيف كذا، فجميل كثير. كمان بتقدر تنقل ال يعني ال VBS VM setting، طبعا default name يعني أول واحد، PC الأول واحد مثلا 2 3 4 5، فهون أنت بتحدد. بتقدر كمان تحط مثلا هيك يعني مش إشي يعني كثير، هون الconfiguration تبعته إلى آخره، كاتيجوري إيش بأي كاتيجوري، يعني بدك تحطه هون هون ولا هون، فإن ديفايسز هو. تقدر كمان تنقله عادي للراوتر سويتش أي شيء أنت بتقدر تحطه. داينامبس، حكينا داينامبس اللي تعمل فيرتشواليزيشن لل سيسكو آي أو إس على جهازك، على جهازك الشخصي. كمان هنا اذا في عندك مثلا اي او اس ايمجز، اذا في عندك هنا السيسكو اي او يو اللي هي اي او اس اون يونكس، فانت بتحط طبعا هنا عندك الباث للاي او يو ياب اللي هو هذا الانجن اللي بيشغل زي الداينامبس لكن مخصص للاي او يو. في طبعا في عندك هذا الخيار، وفي عندك خيارات اخرى اللي هي انك تشغله على جهازك او تجهزه على VM.
طيب هون طبعا بتضيف، فانت كل مره ان ايو جي ان اس 3 بتضيف، طبعا هون مش مضاف غير بس ثنتين، شايفين هذول يعني خلينا نحكي ملفات رفعتهم، ملفات اخرى. بتعمل عملية editing ما في مشكلة، مثلا category وين بدك تحطه، اذا بدك ترقيم تغيره، template يعني هون لما يظهر شو اسمه، مثلا هون انا مسميه R، تقدر تسميه router زي ما هون انت default name router. ايش كمان مثلا هون default IOU values للميموري، قديش يحجز ميموري، ما هو جهاز وانت بتعرف انه ال VM virtual machines بحاجة لرامات. وهاي هون طبعا بيجي عندك عدد السيريال ادابتر وعدد الايثرنت ادابتر، زي كأنك بتضيف موديولز على الراوتر او السويتش تبعك. هون كمان نفس الشيء، بتقدر تعمل ديليت طبعا اذا بتحب تشيله، نفس الخطوات ما في اي شيء، لكن هو بكاتيجوري تبع السويتشز. كمان انت في عندك ستارت اب كونفيج، اذا بتحب تضيف على ستارت اب كونفيج اشياء اخرى، مثلا ايش اسمه كذا، يعني هاي الكونفيجريشن تبع السويتش او الراوتر. في عندك 4 ايثرنت ادابتر وفي عندك سيريال ادابتر 0، طبعا هذا كلياته لاير 3 سويتشز. الكيمو او الكويك ايميوليتر، كويك ايميوليتر هو عباره عن انجن زي الداينامبس، لكن هذا كويك ايميوليتر في له خصائص اخرى، في له فيرتشواليزيشن لاشياء لا داينامبس بتقدر تعملها، ولا الاي او يو بتقدر يعني تشغل هاي الايمجز، ولا حتى الفي ام وير، او حتى اللي هو يعني فيرتشوال بوكس بتقدر تشغلها. ف بيتجهوا نحو الكيمو. مثلا من الاشياء هاي مثلا بيكس فاير وول تبعت السيسكو، والادابتف سيكيورتي ابلاينس اللي هو الفاير وولز يعني. وطبعا هون بتقدر تضيف مثلا بيحكي لك انه ران على الفي ام مثلا ايش تايب، فانت شايف هون عندك تايبس، في عندك اي دي اس انتروجن ديتكشن سيستم، هذول كلهم مخصصات لسيسكو، في عندك اي اس اي كمان. طبعا هذول اشياء يعني متطوره اشياء اخرى، لكن مثلا ديفولت خلينا نفرض النيم ايش اسمه، بدك تضيف مثلا اسم معين، بعدين بدك تحدد هنا بدك تحدد الباينري. فمثلا هون انتم شايفين انه ايش الباينري، يعني شو الفيرجن تبع ال زي ما نحكي داينامبس، او اذا بتعرف فيرتشوال ماشين، ف زي ما انت تحكي فيرتشوال بوكس فيرجن 4.3.2، ونفس الشيء كيمو سيستم فيرجن 2.5، وهي الرام اللي هو راح ياخذها. مثلا اذا كان عندك فاير وول او بيكس او ادابتيف سيكيورتي ابلاينس، فانت يعني هون ممكن تحطها جيجا 1 جيجا بايت او 1024 او 512 كمان ممكن. الان بدك تروح على الايمج ديسك ايمج اللي هي يعني الموجوده راح تكون عندك للبيكس او لا، يعني زي الاي او اس يعني نفس تبعت سيسكو او الاي او يو ايمجز، فانت بتحطها هون بتكبس فينيش او كرييت وبعدين بتكبس اوكي، بتنزل عندك هون وبتحطها على هذا فيرتشوال بوكس. طبعا هون عندك عشان تشغل فيرتشوال بوكس، اذا مثلا صارت عندك مشكله او اسم الفيرتشوال بوكس مانجر تغير، فانت بدك تعمل عليه سيرش وتحطه. بعدين مثلا اذا بدك تضيف، طبعا هون عمل ريفرش للاوراكل في ام فيرتشوال بوكس، فبتقدر كمان تستخدمها لينكد، هاي طبعا خاصيه. في عندك طبعا كنت انا شغال على الانديان فاير وول، زينتال، ناسا، يعني هيك اشياء حبيت استكشفها، فخلينا مثلا نحط الناس، فبتقدر تضيفها. وهي بس الخيارات اللي انت بتحتاجها، يعني ما في عندك اشياء كثيره، مثلا كم الرام، كم هاي، طبعا ما تشغلها لانه 2 جيجا، وانا عندي جينست تي في ام
بتاخذ كمان 2 جيجا، ف يعني ما بضلش عندي اي جزء من الرام. ايش كمان مثلا فيرست بورت نمبر كذا، يعني انت بتقدر تحط كمان، بتقدر تضيف مثلا، بتقدر تخليهم يعني لو انت بتعرف ناس فور فري، بتقدر تضيف مثلا تو يعني لوكال انترنت ايثرنت سوري يعني ايثرنت 1 2 قد ما بدك، مش يعني حسب ما انت بدك تضيف. في ام وير كمان بتقدر هنا الهوست تايب في ام وير نتورك كذا، بس بتضيف الفي ام وير تبعتك. هاي كل شيء انت بتحتاجه علشان تعرف بريفرنسز. اذا عرفت تشتغل على بريفرنسز وعرفت كل واحدة ايش بتشتغل وايش هدفها وايش شغلها، فمش راح تتغلب كثير. نعم، بتقدر تضيف بعدين الراوتر تبعك، تعمل له ران او ستارت، فهو راوتر 1 ستارتنج. بتقدر تحط كمان راوتر 2، مثل راوتر 2 نعمل له ستارت، وبنقدر نحط له سويتش من هون ونعمل له عملية ستارتنج. وتنساش انك مثلا تعمل كونكت مثلا هيك، وبعدين مثلا ضيف هون واحد تاني، وهاي كل شيء انت بتحتاجه. بضل عندك اشياء بسيطة مثلا، يعني انا ما جربت اعملها، لكن خلينا نشوف هون كابتشر سيفينج كاستم كونسول ما في. لو انا مشغل اي او اس مش اي او يو، اي او اس يعني سيسكو يعني اوبريتنج سيستم للراوتر او للسويتش، فانت كل اللي بحاجة له انك تعمل ايدل بي سي، واخر شيء تعمل كونسول. تذكر انه التيرمينال تقدر تتحكم فيه ايش ما كان شكله، بس مثلا شو اي بي انترفيس بريف، هاي كل الانترفيسز. بتقدر تحط يعني اي انترفيس، ما راح تواجه اي مشاكل. كمان مثلا عندك سويتش، بس يعني انا ما مش بس بدي احكيكم هاي الفي بي اس في بي سي اس اللي هو عبارة عن كمبيوتر صغير بيعمل اشياء جميلة جدا، وهاي الكلاود علشان انا اضيف عليها مثلا وين انا بدي اضيف هاي الكلاود، يا اما على جينس 3 في ام يا اما على لوكال هوست. بما اني انا شغال كل شيء على الفي ام، فانا بضيف على الفي ام، فبحكي له ضيف لي واحد. الان لما تيجي يعني لما تيجي تعمل configuration، انت بتشوف انه في عندك two interfaces، في عندك ethernet 0 ethernet 1. اسا الان بدك تنتبه انه في عندك interface connected ل vm net 1، وفي عندك interface 2 اللي هو معمول عملية netting ومتصل مع الانترنت. فانت لما تيجي هون بدك تتصل بانترنت واحد بدك تضيفه، تعمل add وبتعمل اد مرة ثانية، صار عندك تو انترفيسز شايفين هون. فبدك تشبك اجهزتك على الكلاود على الاي بي او على الايثرنت بورت اللي متصل بال بال بالفي ام جي ان اس 3 في ام، وبعدين انت بعدين انت بتقدر توصل هذا الانترفيس بالانترنت. يعني انا بشبك انترفيس داخلي وانترفيس خارجي، انترفيس عشان اوصلهم كلهم على النت، يعني gateway يعني زي كأنه هذا هو المخرج الوحيد على الانترنت، فبس اوصلهم. فلنفرض انه مثلا عندك مثلا هذا موصول بالانترنت، ف مش مشكلة، فبس هاي اللي انت بدك اياها. الان هو من هون بيقدر يتصل بالانترنت، على فرض انه عندك ايثرنت 0 هو الكونكتد للناتد نات نتورك. يعني خلينا بس نلقي نظرة هون،
في عنا تو ايثرنت، في عندك هوست اونلي، معناته هذا بما انه ترتيبهم هذا ترتيبه واحد هذا ترتيبه اثنين، فمعناته انا ايثرنت 1 هو اللي راح يكون متصل بالانترنت، فمعناته انا ايثرنت 1 هو اللي متصل بالانترنت. نزل هون شوف، لا ايثرنت 0 معناته انا لازم اعمل ديليت واوصله على الانترفيس 1. بهاي الحاله ما في مشكله. اوكي اوكي اوكي، بهاي الحاله بحكي لي انه هو بيعمل عمليه كابتشرنج لكل الباكيتس الموجوده على الشبكه تبعتك، فاحذر يعني. فانا بحكي له عادي ما في مشكله، شغل بروميسكيوس مود. بهاي الحاله انت عندك مثلا هاي اللوكال راوتر بروح على السويتش، السويتش بروح على الجيت واي، الجيت واي متصل بالانترنت، بضل عندك تعمل هون دي اتش سي بي او ستاتيك اي بي، وتعمل فوروردنج لكل الباكيت على الانترنت. بتقدر كمان تغير الكلاود لا مثلا انترنت. بهاي الحالة انت بيكون عندك كونكشن للانترنت تبعك. بتوقع هاي بداية جميلة راح تكون لا GNS3 ولا الفيديوهات اللي راح اعملها ان شاء الله. طبعا في عندك كمان غير السويتش العادي، في عندك فريم ريلي سويتش، في عندك ايثرنت سويتش والهب والاي تي ام، فكل واحد في له شغل معين بيعتمد على المختبر اللي انت بدك تنشئه او اللاب اللي انت بدك تطبقه على جهازك. طبعا هون الهوست لو دخلته هون فيش عندك غير مثلا بحكي له هيك اوكي، يعني على اي ماشين، بس هذا هو اللي انت بدك اياه. شطبتهم الاثنين، شكرا لاستماعكم، السلام عليكم ورحمة الله.